بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. من بين موضوعات التي اهتم بها الإسلام وجاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، مسألة الإنصاف، أن ينصف الإنسان الناس من نفسه، لأن من الممكن جداً أن يعيش الإنسان مع زوجته، مع أولاده، مع أبويه، مع جيرانه، مع الذين يتعامل معهم، وقد يصدر منه بعض الأمور السلبية تجاه الآخرين، ولا يملك الآخرون أي شاهد يشهد لهم عليه، أو لا يستطيعون ذلك لأنه في مركز قوة. لذلك فإن توجيه الإسلام هي أن الإنسان على الإنسان أن يكون منصفا، بحيث إذا كان للآخرين حق عليه فعليه أن يشهد على نفسه، وهذا هو أمر يمثل خط العدل في الإسلام، ولعل الله يقصد ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني أن تشهد على نفسك بأن تقر بما للآخر عليك من حق، لأن على الإنسان المؤمن أن يفكر أنه إذا كانت لديه هناك بعض مراكز القوة والظروف التي تجعله قادراً على أن ينكر حقوق الناس عليه، فمن الذي ينصره من الله عندما يريد الله أن يثبت حق الناس عليه، وهو الذي يطلع على كل شيء. خلاصيما أن شعار يوم القيامة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ما عندنا لاءات كثيرة هم في يوم القيامة، في لافتات يحسها الناس وإن لم تكن مكتوبة: لا ظلم اليوم. وهذه من الأمور القاسية على الإنسان، أن الإنسان يشوف نفسه مش ملزوم، مش ملزم، لا في شهود عليه، أو أنه ما حدا بيقدر يشهد ضده لأنه فلان يقول لك: لا تسمح لنا. ما في مبتلين بعض قضايا، كل واحد مخطئ، عامل له عملة، عامل له جريمة وفي شهود عليه، تيجي للشهود: تعالوا اشهدوا، يقول: لا والله احنا بنخاف، تسمح لنا، لأن هذا فلان إذا فرضنا شهدنا عليه فراح يعمل لنا مشكلة، فهو مأمن ما في شهود، أو عنده شهود أو في شهود ولكنهم يخافون منه أن يشهدوا عليه في هذا المقام. لكن في شاهد لا يغيب ولا يخاف من أحد. اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. هل مسألة صعبة؟ لأن الإنسان ما يحب على أن يورط نفسه في أي مشكلة حتى لو كان صاحب المشكلة له الحق،
لهذا المسألة يحتاج لها كثير من التربية وكثير من المحاسبة وكثير من رعاية رقابة الله وحق الله عليه. وهذه المسألة هو يمكن الله سبحانه وتعالى بكل العبادات، الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، الذكر، أراد أن يربي في أنفسنا الخوف منه والمحبة له، لأن الإنسان كل ما خاف الله أكثر كل ما انضبط أكثر، كل ما صار يحسب حسابات الله أكثر من حسابات الناس. ما دام الإنسان لا يجد في نفسه هذه الحالة يعني الكبيرة في الخوف من الله، إنسان لا ينضبط. غالباً إحنا نخاف من الناس أكثر من نخاف من الله. هلا شوف نفسك، لو فرضنا أنه في شيء ممنوع عند الدولة وانت عندك ما بتعمل لك 20 طريقة تخبيه من هون، ما حدا بيعرف، ما حدا كذا، لكن إذا عندنا ممنوعات الله ناخذها بكل رحابة صدر، كل حرية. لهذا المطلوب هو في هالعبادات أن تعمق في نفس الإنسان الإحساس بالله، بحيث يشعر الإنسان أن الله حاضر أمامه. خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنحن نحاول في هاللقاء أن نقرأ بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته عليهم السلام في هالعنوان، عنوان الإنصاف، الإنصاف والعدل. في الحديث عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في آخر خطبته عندما يعظ الناس: طوبى لمن طاب خلقه، يعني لمن كانت أخلاقه طيبة مع الناس وفي نفسه، ولا سيما مع الضعفاء، لأنه يمكن واحد مع الأقوياء يتصلى عذياله، لأنه إنسان طيب، كلامه حلو كذا، ليش أن يخاف من قوتهم؟ لكنه مع الضعفاء يستعمل كل غرائزه، وهذا أمر يحدث مع نساء، إنسان يستضعف ابنته، يستضعف زوجته، يستضعف أخته أيضاً، إحنا مجتمع يستضعف النساء، حتى أن يستضعف أمه في بعض الحالات، لأنه الرجل كأنه برجولته غير المهذبة، رجولته التي لا تعيش معنى المسؤولية الإيمانية، يعتبرها مظهر القوة. ولذلك فإنه يحاول دائماً أن يستعرض قوته مع النساء. الآن واحد لو فرضنا في أبوه في أمه، بتشوف على أنه ملاحظته لأبوه أكثر من أمه، مش العاطفة، يمكن العاطفة يجوز مع أمه أكثر، لكن لما تصير قضايا بيها هيك يعني ما تعا وبيها نوع من هذا، يحسب حساب أبوه لأنه رجل مثله، بس أمه لا، أخته مثلا، هذا ابنته، زوجته، وهكذا. فالإنسان يكون طيب الخلق مع الضعيف والقوي،
بحيث يكون أخلاق في عند أصالة الأخلاق، ما تكون مجرد شيء عرضي، يكون أخلاق يكون في جميع الحالات. وطهرت سجيته، السجية هي الطبيعة، أن تطهر سجيته يعني أن تكون، أن يطهر طبيعته من الرذائل ومن الخبائث ومن الصفات والسجايا السيئة. وصلحت سريرته، يعني السريرة هي القلب، هي النية، أن لا يحمل في نيته سوءا على أحد، بل أن تكون نيته هي نية الصلاح، نية المحبة، نية الخير. وحسنت علانيته، يعني يكون عندما يعيش مع الناس ويتعامل معهم في العلانية فيكون رجل طيب، يتعامل بالأصول. وأنفق الفضل من ماله، يعني إذا عنده فواضل من ماله زائد عن حاجاته أن ينفقها في سبيل الله. وأمسك الفضل من قوله، يعني أيضا الكلام، يتكلم بالكلام الذي يعنيه والكلام الذي يمثل مصالحه وحاجاته، أما الكلام اللي زائد لا إلى حاجة فيه، لا يعنيه، لا كذا، يمسكه. وأنصف الناس من نفسه، بحيث يحكم للناس على نفسه إذا كان للناس حق عليه. وفي الحديث عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام قال: من يضمن لي أربعة، بأربعة أبيات في الجنة، يعني اللي بيعمل هاي الأربعة الإمام يضمن له أربع شقق بالجنة، شو رأيكم؟ قديش تسوى الشقة بالجنة؟ كم دولار؟ من يضمن لي أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقراً. مش الشيطان يجي يقول لك: ها انت بدك تدفع حقوق شرعيه، عندك اولاد وعندك كذا وعندك هذا، ليش تعطيها للناس؟ الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفره منه وفضلا. انفق ولا تخف فقرا، وافش السلام في العالم. يعني هاي تفسر إفشاء السلام، أنه واحد دائما يبتدئ الناس بالسلام، ما تنتظر أن الناس تسلم عليك، إذا استطعت أن تبادر الناس بالسلام فسلم. وكان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يبدأ الناس يسلم على من لقيه، وثم بيها حسابات للسلام. أمراراً قاري لكم هالحديث: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، 1 للراد، وإن أحسن فعشر. لو كانت للسلام 70 دولاراً، كم سلام تسلموا باليوم؟ أبداً. يمكن تشوف اللي بتعرفه وما بتعرفه تسلم عليها، بس الحسنات ما بتمشي بالبورصة، ما بتمشي عند الصرافين هذه. للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، 1 للراد، وإن أحسن فعشر. يعني قال عليكم السلام ورحمة الله. ويمكن أفش السلام في العالم، يعني السلام بمعنى يعني ما يجمع الناس، وليكون ضد الحرب، والظاهر لك المقصود الأول. وترك المراء وإن كنت محقا، ترك الجدل والخصومة إلا إذا كنت في مقام
المصلحة تقتضي أن تثبت حق وتهدي إنسان لك حساب آخر، أما أنك تقعد تجادل حتى تتغلب على هالإنسان أو كذا مهما أمكن، لأن الجدال سوف يمضي إلى كثير من العداوات وإلى المشاكل. وأنصف الناس من نفسك، هاي الرابع، كل واحدة بشقة بالجنة فيها البقاء. وعن بعض أصحاب الإمام الصادق جارود أبي المنذر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: سيد الأعمال ثلاثة، إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله. أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. عامل الناس بما تحب أن يعاملك به. يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره له. ومؤاساتك الأخ في المال، أنه إذا كان أخوك بحاجة إلى مال فأن تواسيه بمالك بأن تساعده وأن تجعله مثلك. وذكر الله على كل حال، وأن تذكر الله في جميع حالاتك. ثم الإمام أراد عادة، هلا لما سمعت ذكر الله بدك تقول سبحان الله وبحمده، لا مش هذا، ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، مش ذكر الله بس، هذه ريحة هذه، ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله به عز وجل به أخذت به، أو إذا ورد عليك شيء من نهي نهى الله عنه عز وجل عنه تركته. يعني أن تذكر الله عند الواجبات وعند المحرمات، إذا أجى وقت الصلاة، إذا أجى وقت أداء الدين لمن له عليك دين في وقته، كل الواجبات، إذا أجى وقت الإنفاق على زوجتك وعلى أولادك، هذا بحيث إذا فرضنا ودعتك نفسك إلى أن لا تفعل ذلك، هنا اذكر الله واذكر حاجتك إلى رضاه وخوفك من غضبه حتى تأخذ بما أوجب الله عليك. يعني يكون هذا ذكر الله ذكر الوجداني، أن تذكره في قلبك في عقلك، بحيث يدفعك ذلك إلى الالتزام بما أمرك به. وإذا وقفت عند محرم نفسك دعتك، تغتاب الناس، تفتن بين الناس، تلعب قمار، تزني، تأكل مال الحرام، تشرب شراب حرام، تشتهي الشهوة الحرام، تذكر الله في ذلك، حتى إذا ذكرت الله في ذلك يمنعك ذلك من الإقبال على الشيء. هذا سيد الأعمال، وهو هذا محل رضا الله، أن الإنسان يعني يفعل الواجبات خوفاً من الله وطلباً لرضاه، ويترك المحرمات خوفاً من الله وطلباً لرضاه. وأنا في قصة يمكن حدثتكم عنها حتى تعرفوا قيمة أن الإنسان يترك الحرام خوفاً من الله، كيف الله يعطيه، خصوصاً إذا كان شاب، خصوص إذا كان الحرام من الأمور اللي تتصل بالجانب الجنسي الحرام. يقال أن رجلاً كان في سفينة وانكسرت به السفينة، فنجا على لوح خشب، وأخذه هذا اللوح إلى جزيرة، جزيرة نجا، فبدأ يتجول في الجزيرة، وإذا به يرى امرأة هناك، امرأة جميلة، فقال لها: هل أنت إنسية أو جنية؟ ما في حدا، قلب البحر. قالت: أنا إنسية.
فرأسا بدأ الاعتداء عليها، جلس منها مجلس الرجل من المرأة كما تقول الرواية، فرآها ترتعد، صارت عندها خوف رعب، فقال لها خاف أنها تلاحظ أن واحد يشوفهم أو كذا، فقال لها ليس هناك، فأشارت أن الله أنا أستحي من الله سبحانه وتعالى أن يراني على هذه الحالة. الرجل هالكلمة أثرت فيه، فقال لها إذا كنت أنت تخافين من الله وأنت مكرهة مو باختيارك فكيف بي، فقام عنها ولم يفعل شيئا ومشى الرجل. فالتقى براهب، هذا الراهب شو الراهب؟ الراهب كان الذي كانوا الرهبان الذين يسكنون ينقطعون للعبادة ويسكنون في أعالي الجبال يتعبدوا لهم حياتهم هذا، ما يتزوجون ما هذا. فسار معه حتى إذا صار وقت الظهر واشتدت حرارة الشمس، قال له هذا الراهب فلندعو الله أنا وأنت أن يرسل إلينا غمامة سحابة تظللنا من الشمس. فقال له الشاب أنت راهب تقضي قضيت عمرك بعبادة الله، أنا أبدا حياتي كلها معاصي ما عندي شيء لله كليته، فبأي عين أنا أدعو الله؟ قال إذا أنا أدعو أن تقول آمين، يعني اللهم استجب بس ما في. فبدأ الراهب يدعو اللهم أرسل لنا غمامة تظللنا من حرارة الشمس، وصاحبنا الشاب يقول آمين. فما كان إلا لحظة وإذا جاءت السحابة وظللتهما من الشمس ومشت معهما إلى أن وصل إلى مفترق الطرق. الراهب يروح يمينا وصاحبنا يروح شمالا، وإذا بالغمامة تذهب إلى الشاب وتترك الراهب. وانطفأت الراهب، شو القصة؟ أرسل الشاب تعال أنت تقول أنه ما عندك ولا عمل، بل بالعكس أعمالك كلها في معصية الله، شو تبين الله استجاب كلمة آمين إليك أنت قلت اللهم استجب، هاي الله استجابها ما استجاب الله دعائي أنا، استجاب الدعاء لحسابك مش لحسابي أنا، فماذا فعلت؟ قال أنا صدقتك القول ما عندي عمل. قال احكي لي حياتك، فبدأ يتكلم يحكي لي حياته إلى أن وصل إلى هالقصة. قال إن الله رضي عنك وغفر لك بتوبتك هذه، هاي حالة من أصعب شيء، شاب وأمامه امرأة وليس هناك أحد وكذا ويمتنع لأن المرأة تذكرته بالله فخاف من الله، الله أكرمك بذلك. هذه هي مش بس للشباب، لكل من كان قادرا على أن يعصي الله وكانت المعصية بين يديه لا تكلفه جهدا ولا شيئا ولكنه يذكر الله فيخاف منه، الله قد يعطيه مثل ما أعطى هذا الشاب من كرامته. ولذلك عندنا حديث أيها الأحبة، لا تستصغرن حسنة فلربما أدخلتك الجنة، ولا تستصغرن سيئة فلربما أدخلتك النار. يمكن بعض الحسنات ما مش بالبال والخاطر، يمكن واحد الآن يكون متألم عايش في أزمة تجي تفرج أزمته وعادية، هذا يمكن يكون محل رضا الله.
يمكن واحد ضعيف يتيم أو إنسان ضعيف أو امرأة أو شيء تكسر قلبها أنت، يكون غضب الله في كسرها القلب. لذلك لا تستصغرن حسنة فلربما أدخلتك الجنة، ولا تستصغرن سيئة فلربما أدخلتك النار. عن أبي جعفر الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين في كلام له: ألا إنه من ينصف الناس من نفسه لم يزده الله إلا عزة. يعني يمكن الإمام يعالج هالنقطة، وهي أن الإنسان ربما شوف أنا لما بدي أعترف بالحق عم ذل نفسي قدام فلان، ما بدي ذل نفسي أنا، أنا فلان أبو فلان، لما بدي أجي أنا بطريقة قل له فلان ترى أنت أنا أسألت إليك، إلك حق أنت عندي وأنا أنكرت حقك والآن بدي أعترف، هذا ذل؟ قل لا، إن الإنسان يقول لأن الله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. عز من الله. قل الله سبحانه وتعالى يزيدك عزا كلما زدت إنصافا للناس من نفسك. ألا يمكن في بعض الحالات الزوج قد يظلم زوجته حقها وشوف كبير عليه أن يقلها والله أنا ظلمتك حقك أو لك الحق أو كذا، هو الرجال كيف الرجال بيحكي هذا منها، أو البي بالنسبة للابن مثلا، لا هذا ليس ذلا. عندما تطيع الله فإن طاعة الله هي العز ومعصية الله هي الذل، وأي عز أعظم من أن تأتي يوم القيامة والله راض عنك ويؤمر بك إلى الجنة، وأي ذل أعظم من أن تأتي يوم القيامة والله غاضب عليك ويؤمر بك إلى النار. هناك بدك تكون أبو علي، يصير أبو علي هونيك وش هون هذا. وعن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة. في منزلة ليست عادية يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإذا جنابك كنت أنت أقرب كل هالخلائق إلى الله، كم في ذلك من العز والمجد والفخر. يعني الناس يطلعوا إليك وإذا يجدون أن الله يقربك أكثر مما يقرب كل هالناس اللي بالمحشر. كلمة صغيرة هي، لكن لما نتصورها أشوف هي تملأ السماء والأرض. ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب. خليهم حد منهم طبعا، مش معنى الله جسد، لكن رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده. يعني أنت رجل عندك موقع وهناك أناس تحت سلطتك، إما عامل عندك بالمحل أو زوجة عندك أو ولد مثلاً بعده في سن السبع أو جار ضعيف سيطر عليه أو أنت رئيس عشيرة أو رئيس حزب
أو ما أشبه ذلك من كل مواقع السلطة في هذا. في واحد يستغل سلطته وقوته وقدرته في الجور على من تحت يده، وقت لما يجي غضبان بيعمل كل شيء، يضرب مرته، يضرب ابنه، يضرب العامل، يسب، يشتم، يعمل كل شيء، خصوصا بأيام الصوم. في بعض الناس هسه الحمد لله الصوم هالأيام يعني الدنيا باردة، غنيمة باردة يحصلها الإنسان، مش حار، لكن بأوقات الحر خصوصا إذا كان منطقة الخليج أو مناطق أفريقيا أو كذا، حيث واحد يعتبر نفسه خلاص لما يجي عطشان وجوعان وبالشغل وبالعمل وعنده مشاكل ما حدا بيقدر يحكي معه، وبعدين يقول اسمحوا لي أني أنا صايم. لكن لمين يصير يجرم عضلات لسانه أو عضلات يديه؟ يجربها بالضعفاء، يضرب المرأة، يضرب الولد، يكسر صحون. أما إذا شاف له واحد لا من الأقوياء، يذكروا قصة بهذا الموضوع يعني يحتاجها إحنا كصائمين غير مسؤولين. قولوا في واحد إجا إلى أحد العلماء وسأله، قال له أنا لما أصوم يصير عندي حالة غضب وأفقد شعوري، بحيث إذا أجيت للبيت بخبط المرأة، بخبط الأولاد، بكسر الصحون، فأنا يجوز أفطر على هالحالة أو لا؟ قال له أسألك، إذا أنت بهالحالة شفت فلان، ذكر له اسم واحد رئيس عشيرة كبيرة، إذا شفت فلان أيضا هم تضربوا هالحالة؟ قال لا. ليه؟ قال بخاف يقتلني. قال إذن عقلك معه، لكن أنت تحاول تفجر غيظك بهالناس الضعفاء في هالحالة. فالإمام الصادق سلام الله عليه يريد أن يقول إن الإنسان الذي لا تدفعه قدرته وقوته في حال غضبه إلى أن يجور ويظلم من تحت يده، هذا هو أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة. رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده، يحيف يعني يظلم ويجور، هذا واحد. ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة، يعني أنت جاي تحكم بين اثنين، حكموك يا فلان احنا جعلناك حكم فيها القضية، شوف الحق لمين، لفلان يا لفلان، فلان قريبك، فلان صديقك، فلان من حزبك، فلان من طائفتك، من مذهبك، وفلان الآخر لا. هون أغلب الناس يميلون في عالم الحكم، إذا أرادوا أن يحكموا يستغلوا هالموقع، موقع الحكم أو موقع القاضي أو موقع المصلح، فيحاولوا أن يميلوا لمن هو قريب إليه أكثر من الآخر، ويقول له خلاص أنا حيادي بيناتكم، بس هو بالحقيقة مش حيادي، يفرض على الطرف الثاني اللي هو ليس قريبا إليه ما لا يفرضه على قريبه. هون الإنسان الذي لا يكون في موقع العدالة وموقع الإنصاف بحيث لا يميل يعني لأحدهما على الآخر ولو بشعيرة، مقدار كيف الشعيرة قديش خفيفة هيك، حتى بهذا إذا كان الإنسان حتى في هذه الحالات لا يميل لأحد أكثر من الآخر، هذا له هو أقرب الناس إلى الخلق يوم القيامة.
هاي نفس صعبة، مجاهدة النفس صعب، يتحرر من قرابته، يتحرر من صداقته، يتحرر من مصالحه، من شهواته. ورجل قال الحق فيما له وفيما عليه، هذا أنه لو كان إلك أو عليك أنت حق، هذا تسوى التعب أو ما تسوى التعب؟ تسوى. أن يكون أقرب الخلائق إلى الله يوم القيامة. هذه. وهكذا الأحاديث الأخرى يتبع بعضها بعض، يعني نفس الفكرة هي هذا المعنى. وآخرها يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو يريد بعض غزواته. نبي جاء يركب راحلته ناقته، وهذا اجى الاعرابي اخذ بغرز الراحله، يعني غرز الراحله هي ركاب الراحله، مسك يوقف النبي حتى ما يمشي. فقال: يا رسول الله علمني عملا ادخل به الجنه. انت اعرف بطرق الجنه. فقال: ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم. إذا كان لك حق عند الناس ما بتحب يعترفوا لك بحقك، أيضا إذا كان للناس عندك حق اعترف به. وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تأته إليهم. الذي أنت لا تحب، تكره أن ينكر الناس حقك، فكرها لنفسك أن تكره حقا. خلي سبيل الراحلة، اترك الراحلة، خذ هذه الكلمة. هذا العمل أيها الأحبة، هذا الخط الأخلاقي الإسلامي يحتاج إلى مزيد من الجهد ومزيد من مجاهدة النفس ومزيد من التفكير بما عند الله. وما عند الله خير وأبقى، ولكن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خلينا نشوف الصوم من أجل هذا، من أجل أن يستطيع الإنسان أن يركز عمله من خلال مراقبته لربه وإحساسه بحضور الله في كل الحالات. والحمد لله رب العالمين.